اتفضل. الى اسواتيني، طبعا مملكه سوازيلاند سابقا. النهارده كانت في مباراه رسميه مهمه جدا في الجوله الرابعه من تصفيات كاس الامم المؤهله الى الكاميرون باذن الله منتصف العام القادم. بينضم لنا دلوقتي على التليفون زميلنا عاطف شادي الناقد الرياضي، وهو هناك في اسواتيني مع منتخبنا الوطني بعد الفوز في هذه المباراه والجوله الرابعه بهدفين مقابل لا شيء. عاطف، اولا برحب بيك و تمنياتي بقى للمنتخب باذن الله برحله تعوده ان شاء الله تكون موفقه وما يكونش فيها اجهاد على كل اللاعبين وعلى البعثه بالكامل. حبيبي يا محمد، انا سعيد ان انا معاك وسعيد مع الاستاذ ايهاب الخطيب. تحياتي يا عاطف، تحياتي وموفق. وعايز اقول لك انت مديت مصر كلها بالمعلومات وشغل دايما دايما متميز فيه بالفعل. ودايما بتبعت لنا شغل وبتسري الساحه الرياضيه بوجودك عاطف في اي سفريه. تحياتنا ليك وتحيات الاعلام المصري الناقد رياضي محترم زيك، ربنا يخليك يا عاطف. لو النهارده واقف ورا المرمى بصراحه مش عايز يفوت لقطه، يعني بصراحه شغل هايل جدا جدا يا استاذ عاطف بامانه. ربنا يخليك يا محمد، شهاده اعتز بيها انت والاستاذ ايهاب. والله ده دورنا والحمد لله باذن الله نقدر نكمل على كده، واهم حاجه المنتخب بكمل مشواره ان شاء الله بشكل رسمي. احنا اعتقد ان احنا وصلنا لكاس الامم الافريقيه، تونس فازت على النيجر اعتقد يعني وفقا اللي بيتقال لنا دلوقتي. فبالتالي احنا الحمد لله باذن الله كاس الامم الافريقيه المره الثانيه على التوالي، ربنا يكرمنا سواء بقى في الكاميرون او المغرب. لسه احنا عقبال كاس العالم يا عاطف، عايزين بقى كاس العالم. عايزين نطلع سوا المره دي برضه، وشنا حلو ها لغايه الطلوع، بس بعد كده بقى ما يبقى معانا محمد سعيد عشان يكمل وش الحلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عاطف، مباراه تونس والنيجر، يعني زملائي في الاعداد لسه بيبلغوني ان تونس فازت على النيجر، وبالتالي تاكد رسميا خلاص بشكل رسمي مصر وتونس تاهلا الى نهائيات كاس الامم. انطباع يعني اجير يعقب المباراه والجهاز الفني وحاله اللاعبين بعد الفوز اليوم على اسواتيني بهدفين مقابل لا شيء. مش قادر اقول لك اوصف لك السعاده اللي موجوده للاعبين، سواء اللي لعب او اللي ما لعبش. محمد، في روح كده جيده ما بين اللاعبين، كلهم مبسوطين في حاله سعاده ورضا على اللي شارك او اللي ما شاركش. اهم حاجه منتخبنا بيأدي بشكل كويس، برغم بقى ممكن تقول تتكلم الناس كلها ممكن تتكلم ان منتخب مصر ما لعب مثلا مع سوازيلاند او النيجر، منتخبات تكاد تكون ضعيفه الى حد كبير، ولكن خلينا برضو نقدر نقول ان انت مسجل 12 هدف في ثلاث مباريات، ده رقم كبير جدا في التصفيات، ما هيفرق معاك في المباراه الجايه. انت عندك ان شاء الله تونس باذن الله تحدد ليها بنسبه كبيره يوم 15 نوفمبر المقبل في القاهره. لو كسبت تونس فرق هدف او نفس الهدف، احنا خسرنا المباراه اللي هناك في تونس خسرناها بهدف، فانت لو كسبت هدف اعتقد فرق الاهداف كمان هيكون في صالحك، انت ممكن تتصدر قمه المجموعه، وده شيء جيد هيفرق معاك في التصنيف. مهم قوي ان انت تتصدر المجموعه عشان تبقى على راس مجموعه في بطوله الامم الافريقيه 2019، وده مهم قوي هيسهل من مهمتنا ان شاء الله. هيفرق معاك في التصنيف فعلا. طبعا اللعيبه كده زي ما بقول لك مبسوطه في حاله من الفرح والسعاده. اجيري كان في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اتكلم، قال ان احنا منتخب سوازيلاند برغم ان الناس بتقول ان هو منتخب فنيا ضعيف، ولكن هو منتخب قوي جدا شرس، بيلعب على كل كوره، ان انت صعب تاخد منه كوره في ارض الملعب، ولكن احنا الحمد لله قدرنا نفوز. اتكلم كمان على ان المنتخب بيسجل 12 هدف في ثلاث مباريات، وده شيء كويس جدا، وما كانش شباكه غير هدف واحد في المباراه اللي فاتت امام سوازيلاند، ده شيء محترم قوي بالنسبه لنا. كمان شكل الفرقه هجوميا اتغير، انت في عن الوضع اللي فات، لكن برضه ما نقدرش نقلل من الجهاز الفني السابق سواء المستر هيكتور كوبر، لان الناس دي امانه لعبت فرق هي الاقوى على الساحه الافريقيه، سواء نيجيريا سواء المغرب مالي غانا، منتخبات قويه جدا قدرت تفوز عليها سواء في امم افريقيا او في كاس الامم وكاس العالم. لكن احنا الحمد لله اعتقد ان البدايه بتاعتنا او الشكل اللي ممكن نظهر بيه بقى والناس تقدر تحكم على شكل المنتخب، المباراه اللي جايه ان شاء الله امام تونس 15، ده هتبقى فارقه معانا قوي. طيب استاذ عاطف، استاذ عاطف، في جزئيتين. اولا كيف تغلب اجيري على غياب محمد صلاح، وفكره الدفع بحسين الشحات في هذا المركز، كيف كانت رؤيته وانطباعه على اداء حسين الشحات عاقب المباراه؟ وبرضه محتاج اطمن منك على حاله احمد حسن كوكا الذي تعرض لاصابه اثناء المباراه.
خليني اقول لك ان يعني حسين الشحات النهارده نلتمس له العذر، هو بالنسبه لي او بالنسبه للمشاهدين الناس كلها شافت هو ما اقنعش او ما قدمش الاضافه اللي ممكن طبعا اللي كان بيسيبها محمد صلاح في تشكيله المنتخب ودوره. محمد صلاح عنصر مهم جدا، واجير النهارده وحتى احمد حسن وحتى احمد محمدي في المؤتمر الصحفي الصحافه السويسرلنديه كلها كانت بتسال على محمد صلاح وتاثيره، كلهم كانوا بيتكلموا طبعا محمد صلاح مؤثر بالنسبه لنا، لكن حسين الشحات اعتقد ان هو محتاج لسه بعض الوقت في الفتره اللي جايه، عشان كده حصل التغيير مع بدايه الشوط الثاني بالدفع باحمد حسن كوكا جنب مروان محسن عشان يزود القوه الهجوميه، لكن محمد صلاح لا غنى عنه في المنتخب، محمد صلاح لازم يبقى موجود في الفتره الجايه باي حال من الاحوال. النقطه الثانيه احمد حسن كوكا وفقا للجهاز الطبي عنده اشتباه في تمزق في العضله الاماميه وممكن يغيب لمده 3 أسابيع عن مباريات المنتخب او مباريات فريقه في الدوري اليوناني. بنتمنى له هيعمل اشعه ان شاء الله بمجرد الوصول للقاهره ونطمن عليه ونعرف الاصابه بشكل كامل، ان شاء الله باذن الله تطلع حاجه خفيفه وباذن الله يكمل مع فريقه بشكل طبيعي. باذن الله تيجوا بالسلامه ان شاء الله. استاذ عاطف اخر حاجه، يعني البعثه ان شاء الله تصل فجر غد ولا لسه في وقت على ما توصلوا؟ دلوقتي وانا بكلمك فندق البعثه بتنهي وجبه العشاء وهيركبوا دلوقتي في طريق لمطار سويسرلاند. المفروض من الطياره الخاصه تتحرك الساعه 9 بتوقيت القاهره وتوصل 7 صباحا توقيت برضه القاهره. عندنا لعيبه في 2 لعيبه هيتظلموا مع البعثه طبعا، احبهم محمد النني وعمرو ورده. محمد النني بمجرد وصول البعثه الساعه 7 صباحا مطار القاهره هيتوجه الساعه 9 و10 للندن عشان عنده طياره عشان يرجع ينضم لتدريبات فريق ارسنال. كمان عمرو ورده عنده طياره الساعه 9 لليونان. بعد كده بقى هيبقى في رحله مجهده جدا طبعا للثنائي علي غزال وعمرو طارق المحترفين في الدوري الامريكي والكندي، عندهم رحله مجهده بعد 10 ساعات طيران، بس ان شاء الله كله خير باذن الله. ان شاء الله يا استاذ عاطف تيجوا بالسلامه ان شاء الله، وكل التوفيق ليك وللبعثه الاعلاميه ولمنتخبنا الوطني والقادم افضل باذن الله.